السلام عليكم. كثير منا سمع اخوان الفاضل عن قصة حي الشيخ جراح وانتفاضة القدس الشريف، وكثير اليوم احنا بنسمع مقاطع من الفيديوهات اللي احنا بنتناولها على السوشيال ميديا الخاصة فينا اخوان الفاضل، واللي بتتناول الهجمة الشرسة على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل والقدس الشريف، وايضا المحاولات الاجبارية لتهجير الاهالي من حي الشيخ جراح. وخليني اخوان الفاضل اعرج وبحكي انه قضية القدس هي قضية عالمية اسلامية بتهم 2 مليار مسلم، يعني كل مسلم على وجه الأرض بتهمه قضية القدس إخواني الأفاضل. وخلينا نحكي أنه قضية القدس هي قضية دينية قبل ما تكون إخواني الأفاضل إنسانية، لأنه ربنا عز وجل إيش بيحكي يا جماعة في القرآن الكريم؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يعني إخواني الأفاضل النبي أسرى على هذه المدينة، وأيضا القدس تعتبر أولى القبلتين إخواني الأفاضل قبل ما تكون القبلة على المسجد الحرام. عشان هيك بنقول إخواننا الأفاضل إنه هذه القضية هي بتهم كل مسلم، بتهم كل إنسان موجود على هذه الأرض. وخلينا نسأل بعض التساؤلات: لماذا حي الشيخ جراح تحديدا؟ ولماذا الحرب العشوائية والعدوانية على قطاع غزة لهذا اليوم وحتى هذه اللحظة؟ ولماذا مئات الشهداء اليوم، إحنا نتكلم عن حوالي 200 شهيد إخواننا الأفاضل ومئات الجرحى، ليش هذا التصعيد؟ وليش هذه الهجمة العدوانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وداخل فلسطين المحتل وعلى القدس الشريف؟ خلينا نتعرف على هذه الإجابات بعد هذا الفاصل، لكن بذكركم ضرورة الاشتراك في قناتي ومحاولة نشر هذه الحلقة لأكبر عدد ممكن من الناس إخواني الأفاضل. أنا أول إشي معي الله، ومعي الحق، ومعي حكومة الأردن وحكومة فلسطين، يعني سيادة الرئيس أبو مازن وجلالة الملك عبد الله الثاني، لأنه أنا أخذت هذا البيت من أبوه بطريقة شرعية قانونية 100%، لبين ما أنا يرجعوني على بيتي اللي بحيفة. لما برجع على بيتي اللي بحيفة أنا بتنازل عنه. لكن هذه الأرض كلها اللي بيقولوا اليهود إنه إحنا إلنا، لغاية الآن بالمحاكم مش ثابتة، لا في ورقة طابو ولا في ورقة تسجيل ولا أي شيء آخر. اللي موجود القوة السياسية الإسرائيلية مشان أخذ البيت هذا. هم ما سابعين لا على قوانين ولا على عرف ولا على إنسانية ولا على شيء. وبعدين في شغلة أهم من هاي كلها، الإسرائيليين بدهم تهويد القدس وإحنا جزء من تهويد القدس. إحنا الحقيقة عندنا بفلسطين أهم شغلتين فعلا هو الزيت والزيتون، وإحنا صامدين زي شجر الزيتون وزي حجار القدس القوية. وخلينا أعزائي المشاهدين أطلب من حضراتكم طلب صغير: لو كان هناك شخص قادر على ترجمة هذه الحلقة باللغة الإنجليزية، لو بعبارات يعني رئيسية أو فقرات يعني باريجرافز يعني رئيسي نوصل فيها معنى الحلقة أو المغزى من هذه الحلقة، هذا شيء رائع، لأنه إحنا نوصله للدول الأجنبية أو للأشخاص اللي بيفهموا اللغة الأجنبية إخواننا الأفاضل. هذا شيء طيب ورائع إنه إحنا نوصل صوتنا ورسالتنا، نوضح شو اللي بيصير في فلسطين المحتلة بالضبط يعني بشكل دقيق، لأنه هناك يعني تصل صورة أخرى لديهم إخواننا الأفاضل. فبدنا نحاول أنه يكون في تطوع من قبلكم، يعني واحد لو يترجم هذه الحلقة بفقرات أو معاني رئيسية هذا شيء طيب، وأنا بشجعه بتمنى عليكم إذا كان في شخص يعني قادر على ذلك، يعني أنا أتشرف به أنه يترجم هذه الحلقة. وبحب أذكركم إخواني الأفاضل قبل أن أبدأ هذه الحلقة المهمة أنه إحنا نشارك هذه الحلقة لأكبر عدد ممكن من الناس عشان نوصل صوتنا إخواني الأفاضل لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. وياريت بتمنى إذا في شخص يعني يتطوع وقادر على ترجمة هذه الحلقة للغة الإنجليزية، لو بعض فقرات أو بعض معاني إخواني الأفاضل، حتى نوصل اللي بيصير اليوم في فلسطين المحتلة. والآن خلينا نتكلم عن الموقع الجغرافي لحي الشيخ جراح. طبعا أنا حرفق لكم صورة إخواننا الأفاضل في الفيديو، أتمنى تركزوا في مشاهدة الطبيعة الجغرافية لهذا المكان أو لهذا الحي. وخلينا نشوف هذا الحي وين يقع إخواننا الأفاضل. هو طبعا يقع شمالي البلدة القديمة طبعا اللي هي المسجد الأقصى. وخلينا نتكلم عن أنه حي الشيخ جراح سمي بهذا الاسم نسبة إلى الطبيب الخاص بصلاح الدين الأيوبي حسام الدين بن عيسى الجراحي. هذا طبعا كلام قبل 800 عام. وهذا الحي إخواننا الأفاضل يبلغ عدد سكانه اليوم حوالي 3000 نسمة، من بينهم 28 عائلة مهددين بالتهجير والإخلاء لمنازلهم اليوم. وخلينا نستعرض معكم إخواني الأفاضل مشكلة حي الشيخ جراح منذ القدم، منذ عام 1956 وفي أعقاب نكبة الشعب الفلسطيني اللي هو مسمي عام النكبة عام 1948، حيث تم تهجير آلاف الأسر الفلسطينية في داخل طبعا فلسطين أو إلى الشتات.
حيث كانت تلك العائلات اللي بتقطن اليوم بالشيخ جراح خوان الأفاضل من بين العائلات اللي تم تهجيرها. 28 عائلة تم تهجيرها وسكنت الشيخ جراح في أعقاب النكبة. طبعا هذا كان بإشراف مين يا جماعة؟ الحكومة الأردنية اللي كانت مسؤولة عن القدس الشرقية باتفاق مع وكالة الغوث اللي هي بنت المنازل مين؟ للفلسطينيين أو لل 28 عائلة اللي سكنت طبعا حي الشيخ جراح. طبعا للأسف ما حدث إثبات ملكية لتلك المنازل اللي طبعا بنتها وكالة الغوث لهؤلاء العائلات للأسف. عشان هيك إخواني الأفاضل المشكلة دائرة حتى هذا اليوم. طبعا وجميعنا بيعرف إخواني الأفاضل حرب 67 اللي سيطرت فيها إسرائيل على كامل الضفة الغربية، وللأسف أصبحت يعني حي الشيخ جراح وتلك العائلات مهددة بالاستيلاء على منازلهم والتهديد بالخروج من منازلهم. ليش إخواني الأفاضل؟ لأنه ما في معهم صك ملكية أو سند ملكية يثبت أحقيتهم بتلك المنازل أو بتملك تلك الأراضي، بسبب أن وكالة الغوث والحكومة الأردنية لم يعطوا ولم يحلوا مشكلة هؤلاء العائلات إخواننا الأفاضل عام 1956. وفي العام 1972 كانت هناك جمعية استيطانية تلاحق تلك العائلات إخواني الأفاضل بدعوى ملكيتهم لتلك الأرض، وبالفعل قاموا برفع دعوى قضائية في المحاكم الإسرائيلية طبعا بدعوى ملكيتهم لتلك الأرض، وأن العائلات الفلسطينية قامت بوضع اليد على تلك الأراضي وتملكها يعني عنوة، ولكن القضاء أنصف تلك العائلات وكان الحكم لصالح تلك العائلات الفلسطينية. ويستمر سجال القانون بين الإسرائيلي والفلسطينيين حول ملكيتهم لتلك الأرض وتلك المنازل في حي الشيخ جراح إخواني الأفاضل في المحاكم الإسرائيلية، حيث أن في العام 2008 تم إصدار قرار من المحكمة الإسرائيلية بضرورة إخلاء منزل الشيخ الكرد وهو أحد قاطني حي الشيخ جراح، وبالفعل تم إخلاء منزل إخواني الأفاضل عنوة. وفي العام 2009 أيضا عقبه قرار صادر من المحكمة الإسرائيلية بإخلاء منزلين لعائلتين أيضا النون والغاوي، وهما أحد يعني العائلات التي تم تهجيرها أيضا وسكنت حي الشيخ جراح. يعني ثلاث عائلات إخواني الأفاضل الفلسطينية تم تهجيرها من منازلها في حي الشيخ جراح. خلينا أوضح مع حضراتكم الآن أهمية حي الشيخ جراح بالنسبة للخطورة التي تكمن وين إخواننا الأفاضل لو تم الاستيلاء على هذا الحي. حكينا إنه هذا الحي إخواننا الأفاضل هو قريب أو يحد الجهة الشمالية للبلدة القديمة، يعني البلدة القديمة اللي بتضم المسجد الأقصى، وسيطرت بعض المستوطنين لمنازل في حي الشيخ جراح، يعني اقتراب المستوطنين والمخطط الإسرائيلي من مين؟ من البلدة القديمة اللي بتضم المسجد الأقصى، وهذا يعني إخواننا الأفاضل تهويد بطيء وتدريج لمين؟ للمسجد والاستيلاء على هذا المسجد اللي هو القبلة الأولى واللي حكينا أنه هو يهم 2 مليار مسلم. يعني أنت أخي الفاضل لازم تنتفض ولازم لو تعبر بكلمة عن هذا الخطر. ونذكر أيضا إخواني الأفاضل أن هناك ثلاث عائلات تم تهجيرها بالفعل وإخلاء منازلهم من حي الشيخ جراح، يعني ثلاث منازل، وبالفعل صدر قرار في شهر فبراير أنه أربع عائلات أيضا يجب أن تخلي منازلها بأمر وقرار من المحكمة الإسرائيلية العليا. يعني هيك سبع منازل حيتم إخلاء إخواني الأفاضل بالفعل موجودة في حي الشيخ جراح، وتمكن المستوطنين من الاستيلاء على تلك المنازل. يعني هذا إخواني الأفاضل سيطرة جزئية على حي الشيخ جراح، وهنا تكمن الخطورة في تنفيذ المخطط الاستيطاني من قبل القوات الإسرائيلية. والخطر الأكبر يكمن إخواننا الأفاضل أنه هناك 12 عائلة سوف يتم تهجيرها من حي الشيخ جراح واستبدال منازلهم طبعا بمخطط استيطاني مكون من 250 وحدة استيطانية سيتم تنفيذها طبعا في المستقبل. وهذا الخطر الكبير اللي احنا بنواجهه بوجه جميع المسلمين وليس حي الشيخ جراح. إذن هناك زحف إسرائيلي، خطر إسرائيلي كبير، زحف استيطاني للبلدة القديمة اللي بيقع فيها المسجد الأقصى، وللأسف المسلمون نائمون إخواني الأفاضل. عشان هيك بنقول لازم أنه يكون هناك تحرك، لو بكلمة لو بهاشتاج لو برمز لو بصوت لو بعبارة لو بتعليق لو بنشر هذه الحلقة إخواني الأفاضل لغيركم، لو بترجمة هذه الحلقة للغة الإنجليزية ونوصل صوتنا لمين؟ للعالم، أنه إحنا وقع علينا ظلم وفي تهويد مستمر لأقصان. عشان هيك لازم نحكي كلمتنا في هذه الحلقة. خلينا نسيبكم مع فيديو صغير لأحد المهجرين أو الذين تم الاستيلاء على منازلهم هو الشيخ الكرد، فاستمعوا له إخواني الأفاضل. إحنا بوابة القدس الشمالية بياخدوا الشيخ جراح، معناته كل سنة وانت سالم مع القدس.
كل السكان اللي بالحي لاجئين من داخل فلسطين 48 وترحلنا سنة 48 وحاليا أخذوا بيتي أنا وسكروا أول إشي 10 سنين وأخذوا بعد 10 سنين وهلأ بيحاولوا إنه يرحلوني مرة تانية وأنا إن شاء الله صامد 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 لن أرحل. وصلت معكم لنقطة الأخيرة في حلقة إخواني الأفاضل بالتصعيد الحالي على قطاع غزة. اليوم إحنا في قطاع غزة وأنا بحدثكم يعني يوسف الحرم قطاع غزة بنعيش تصعيد كبير جدا، يعني قصف يستهدف الجميع، يستهدف المراكز الصحية، يستهدف البنى التحتية، يستهدف بيوت العبادة، يستهدف الشقق السكنية، يستهدف الصحف العالمية ومؤسسات حقوق الإنسان، الجميع سواء هنا في قطاع غزة لا يوجد يعني فرق بين حجر أو شجر، كبير صغير، بيوت عبادة أو يعني مؤسسة صحفية وحقوقية، للأسف لا احترام لحقوق الإنسان من قبل جنود الاحتلال والقصف الدائر على قطاع غزة. عشان هيك احنا بنحكي يعني حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون، يعني وربنا يعني يرحم الشهداء. تقريبا وصلنا يا جماعة لحوالي 200 شهيد ومئات من الجرحى وأيضا الإعاقات التي حدثت بسبب هذه الحرب الغاشمة على قطاع غزة. بتمنى يعني تكون الصورة وصلت ووضحت لحضراتكم احنا بنناضل وبنحارب من اجل قضية سامية وعادلة وقضية دينية بتمس ديننا اخواننا الافاضل قبل يعني ما بتمس حتى الانسانية الخاصة بنا. عشان هيك احنا يعني بنحكي لكم لازم انه انت تشاركنا في هذا الصوت، انه توصل هذه الحلقة لغيرك من الناس اخي الفاضل، ونحاول لو في احد المتطوعين يترجم هذه الحلقة او يترجم بعض العبارات والفقرات لنوضح فيها يعني المقصود والمعنى العام من هذه الحلقة باللغة الإنجليزية. يا ريت أحد يتطوع إخوان الأفاضل وله الأجر بإذن الله تعالى. هيك أنا بوصل لنهاية حلقتي وبحكي لكم يعني شاركوا وشيروا هذه الحلقة لأكبر قدر ممكن من الناس عشان نعمم الخير ونعمم القيمة والمعرفة إخواني الأفاضل. بترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.